انطلقت عملية الانتخاب الخاصة بالمكاتب المتنقلة ببلدية البرمة، ومن أجل السير الحسن والوصول إلى الوجهات المحددة قامت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بورقلة بضبط كل الإجراءات التنظيمية. هذه المكاتب المتنقلة في 6 خصصنا لها طبيعة الحال مؤطرين لهذه 6 مكاتب، بالإضافة أننا وفرنا أيضا كل ما يتعلق بالبروتوكول الصحي. ويطرح سكان بلدية البرمة العديد من الانشغالات المتعلقة بالبرامج التنموية ونقص الخدمات في المرافق العمومية بأمل أن تجد اهتماما بعد الانتخابات التشريعية. نطلب من المترشحين اللي كان نجحهم الله سبحانه وتعالى ونجحهم الشعب، إن شاء الله نطلبوا أعطونا برنامج، بارك الله فيهم، أعطونا برنامج عن التنمية تاع البلاد، وخاصة منهن معناها التنمية تاع البلاد، منهن القطاع الصحي، منهن التعليم. وتعد ولاية ورقلة 6 مكاتب متنقلة يتجاوز عدد الناخبين المسجلين بها 7800 ناخب.